سعيد لي صباحك ميمي. هلا غادة. يعني من جد والله، يعني انا بتكلم حقيقي، دحين حرجع لك يا هلا ان شاء الله وحتكون لنا اسئله معاكي. بس فعلا يعني دائما الواحد يقول انه لا، انه خليك على طبيعتك، انه اكيد جات تحت رجلي، يعني ليه؟ صح صح. ليه قال الدكتور انه انا بعتبرها مثل رزقه، وبعدين شو بنعمل نحن بعد لاحقا موضوع خلص بصير كل واحد هو شخصيته ونفسه. احنا ما بنتكلم انه والله في ناس احنا فجاه لقيتها جنبي. ايه خلاص مش اللي لا الي لا من اليوم موضوعنا مره حلو، وانت شغاله صار لك كم يوم علي لبستيلي ولبستي الصبايا حلوه، وانت ما شاء الله عليكي يعني عملت كل واحد لوك بالنسبه للفستان الاكثر خلينا نقول موضه في هذه الفتره، الفستان الحرير الناعم. صح، يلي اغلب الناس بتقول مش ممكن كانه انا لابسه قميص نوم. فكيف بدنا نعمل له ستايلينج ونقدر نستعمله بحياتنا اليوميه وطبعا بظهراتنا بالمساء. بس هي من فين جت فكرته ميمي اصلا؟ هو بالواقع بالتسعينات، حقبه التسعينات. بتعرفي كالفن كلاين من المصممين يلي معروفين بالأسلوب المينيماليست يلي شال كل شيء عن أكسترا عن الملابس وأعطى خط معين لإله وهو كتير بسيط معروف بقمة البساطة. فكالفن كلاين أطلق هالموضة وبالتحديد هالفستان يلي اسمه سليب دريس. سليب دريس إذا بدنا نترجم حرفيا شو هو، يعني هو الفستان يلي بنلبسه تحت ملابسنا أو للنوم. فهالفستان نقله كالفن كلاين وأعطاه إذا بدك رقي لحتى ينلبس يوميا، وكان في اسلوب بالتسعينات باتجاهين، اسلوب البسيط يلي هو كالفن كلاين اطلقه، وشفنا اسلوب اخر الجرانج. الجرانج يعني نلبس ملابس بتبين انه نحن مش نضاف او ما معنا فلوس كثير، وكان السليب دريس من القطع الاساسيه. هلا جاتنا رزقه، هلا اليوم رح جاتنا رزقه تحت اجرينا، هلا بنروح نشتري. وكان في عدد كبير من الممثلات المعروفين، جوينيث بالترو، مين بدي اقول لك بعد، انجلينا جولي من الممثلات اللي لبسوه، وكيت موس طبعا لبسوا هالفستان خاصه على الريد كاربت. وطبعا كيف شفتيه على الريد كاربت؟ ما حسيتي انه مره كاجوال ولا بالريد كاربت؟ انا ما كثير كنت حبيت انلس بينحط فوقه كوت مثلا معطف او فرو او فرو لحتى يعطيها الستايل الجلامور. فرو يعني بالمره صار خلاص يعني. هلا رجع ظهر بال 2016 بس كان ظهور خجول. هالموسم راجع بقوه كثير، ما حنشوف صور، رح منشوف اطلالات بالاستوديو عندنا. الفكره انه نفرجي كيف هالسليب دريس فينا نعتمده باطلالاتنا اليوميه وحتى فينا نروح فيه على الشغل. انا حبيت كيف انت لابسه ميمي صراحه، فكرته مره حلوه وكاجوال ومن جد يعني خليتينا نروح بشكل مختلف. هلا رح نشوف الاطلالات عن كثب. رح نعيد لماسا زميلتنا الثانيه كمان لابسه اسلوب مختلف كليا، عطيتها اللمسه الجرانج. اوه نو نو، شفتي بتذكري كنت عم اقول لك عن الجرانج. الجرانج يعني انه كانه هو واعي من النوم الشخص وظهر ومنه فرقانه معه الاطلاله تبعه. هيدا كان ترند بالتسعينات. فكمان هيدا السليب دريس يا حوي يلي منفكره قميص نوم، انما عدلنا حطينا تحته تي شيرت ماسا من القطع. دائما الاسلوب الاكثر شيء بتعتمده ماسا تي شيرت، ودائما بتربط قمصان على خصره، فحتى تبقى انا دائما بتعرفي قد ايه مصره انه كل حدا منا يلبس شيء بيناسب شخصيته. وطبعا زي ما عملتي معي اليوم هلا رح نحكي اكثر على الاطلاله تبعي. فحطيت لها ماسا ربطت لها على خصره قميص من الكاروهات يلي كمان رائجه، لبستها مع سنيكرز من في عنده شوي من الالوان الموجوده بالفستان حتى هيك نعمل لمسه مهضومه بطريقه كثير سهله.
شفتي ومحتشم وراقي. السليب دريس صار بيقدر ينلبس مش بس كمان على الشغل بهيدي الاطلاله، فيها تكون بالويك اند اذا كانت رايحه لمحل كول بدها تلتقى باصحابها على غدا. انا كنت حلبسه كمان على زي عندي واحد شبهه بس انه كنت بقلبط فوقه قميص ابيض عادي. نفس الشيء بس هو اهم شيء مع هالفستان انه ننسقه مع قطع تانية يعني او بترفعه او بتعطي بس أكيد. مثلا ضروري لنكمل الاطلالات السيدات ما يحملوا جزادين كثير كول، بالعكس مع هيك نوع فساتين وحيلا ستايل انعمل يكون الجزدين ستراكتشرد يعني مربع او مستطيل بس جامد مش انا حب البسه كمان كلاسيك يعني عشان يبين تقل الفستان. هيدي هي. طيب ماسا شكرا لاطلالتك. شكرا ماسا. ثانك يو. رح برجع بنتقل لاطلالتك ست غادة. غادة اطلالتها مع الاوفر سايز جاكيت والتنورة عندها السليب سكيرت هيدي انت لابسه اليوم، عندها كمان شوية تفاصيل من القماش المخرم. اطلالتك مناسبة جدا جدا للواحد يروح على المكتب يكون عنده ميتينج ما يعني ما بيعيب ابدا بالعكس لو لابسين هالسليب سكيرت. والاضافة الحلوة انه فيك تلبسيها مع ستيلاتو اذا كان اسلوبك يعني شوز مروس الشوز المروس او مثل البوتيز لانه انت المود تبعك اكثر بيروح على البوتيز مشان هيك قلنا من تلبسي البوتيز مع هيدا المود لحتى كمان تضلك صادقه مع حالك وانت عشان ما مرتاحه بالضبط من نفسك. صح دائما يعني هيدا الشيء اساسي لما نكون عم بعمل ستايلينج لحتى يكون هو شبه مش نفسي. انا ما بدي غيره انا بدي اعدل الاطلاله لحتى تكون راقية. احكي عن اللوك اطلالتي. انا مثلك لابسه اليوم كمان سليب سكيرت فيها قماش مخرم بس انا لبست مع ستيلاتو اليوم يعني اللي هو الحذاء المروس. اخترت ما يكون كلاسيك الستيلاتو اخترته بلون نيون فاقع مناسب مع لون التنوره. هلا فينا كمان مع هالنوع من التنانير او الفساتين نلبس جاكيت من الجينز كتير هين أهين شيء أكيد كل السيدات عندهم بخزانتهم جاكيت الجينز يعني أنا لإلي هي هيدي هالسترة اللي لبستها هي من الجينز بس مطبعة بطبعة الأرمي لأنه لقيت أنه ألوانها بتناسب مع التنورة بس قصدت فرجي كل هالأساليب لحتى الناس ما تخاف من هالقطعة يلي رائجة ونقدر ندخلها بإطلالاتنا اليومية. يعني ميمي إيش بقول لك فعلا من جد نحتار مرات في قطعة تكون إن وتكون دائما على الموضة لكن من جد بتقعد عندنا في الدولاب فترة طويلة إلين ما بعدين نحزن عليها ونقول طب حلبسها كده. بس اليوم من جد أنت بتنقذيني لأنه كل ما بتنزل موضة جديدة انه فعلا بتعلمينا كيف بعد وكل القطع يلي عرضناهم اليوم اكيد كل قطع موجودين بالدولاب عندنا سو بس مجرد بس نقدر ننسق وحتى فينا اذا بدنا للسيدات فيهم كمان يلبسوا بدل ما يربطوا القميص يلبسوا القميص فوق الفستان وممكن مثلا يعقدوها من قدام للقميص على الفستان كثير فكرة او يتركوها مفلوته ويحطوا حزام فوقها يعني هي بس واحد يشوف جسمه شو بيناسب ويكون عنده الجرأة انه يظهر من الكومفورت زون ويجرب قصص جديده. يعني انت علمتيني انه فعلا ما في حتى كمان جسم ممكن ما بيلبق له، كله بيلبق له بس كيف كيف يلبس صح يعني بس هذه لازم يكون عنده علاقه مباشره فيكي. شكرا لك ميمي رعد غاده اليوم ابدعتي الله